طيب هنبص على اكزامبل كمان ان احنا بنشوف ازاي اجيب التمبريتشر بروفايل في الدومين بتاعي لما يكون عندي هيت جنريشن في الفوليوم فوليومتريك سورس تيرم اللي هو الهيت جنريشن. فالايكويشن اللي هي بعملها طبعا هتختلف حسب انا عندي ريكتانجلر كوردينتس ولا سيلندريكال كوردينتس ولا سفيريكال كوردينتس. فاحنا في الاكزامبل ده هنشوف السيلندريكال كوردينتس. طبعا احنا عملنا المساله دي قبل كده من غير ما نشوف التمبرشر بروفايل، كنا عايزين بس نجيب التمبرشر على السيرفيس او التمبرشر في السنتر، واستخدمنا الجنرال بالانس اللي هو الهيت جنريتد بتساوي الهيت ترانسفيرد، سواء الهيت ترانسفيرد باي كونفكشن من على السطح او الهيت ترانسفيرد باي كوندكشن بداخل البادي او السوليد بتاعنا. لكن هنا احنا هناخد الجنرال ايكويشن ونعملها انتجريشن زي ما كنا بنعمل قبل كده، بس هنزود معانا الهيت جنريشن تيرم في الايكويشن. فال example هو example 218 هو عندي واير، فده cylindrical واير، هو long homogeneous wire radius بتاعه 0.2 inch. هنشتغل دلوقتي بالبريتش يونتس في المسألة دي. 0.2 inch thermal conductivity بتاعت الواير 7.8 BTU per hour foot degree Fahrenheit. وهنستخدمه الواير ده عشان نعمل بويلنج لووتر، والتمبرتشر على السطح او الهيت هيحصل جنريشن للهيت في الواير as a result of the resistance heating at the rate of ال E dot gen اللي هي per unit volume هي 2400 BTU per hour inch cubed per unit volume. هو مديني على طول ال E الصغير اللي هي per unit volume. If the outer surface temperature of the wire is measured to be temperature بتاعت الواير هنا لازم تبقى اعلى من البويلنج بتاعت الميه، فهي كانت 226 ديجري فارنهايت. عايزين obtain a relationship for the temperature distribution. temperature distribution جوه الواير عامل ازاي، شكلها هيبقى عامل ازاي. وdetermine the temperature at the center line، اعلى temperature هنا في السنتر، وبرده لما يكون عندي steady state conditions. تمام. فالايكويشن اللي هي جنرال ايكويشن فيها تيرم للكوندكشن وتيرم للهيت جنريشن. فلما يكون عندي سلندريكال كوردينيت بيبقى واحد على ار في التفاضل بتاع الار دي تي باي دي ار بلس اي دوت جن على كي بتساوي زيرو. ده التيرم اللي هو الكوندكشن وده التيرم اللي هو الهيت جنريشن. فالاثنين دول مجموعهم هيساوي زيرو. فالهيت جنريتد بتساوي هيت كوندكشن نفس الهيت بالانس، يعني زي البالانس بيعمله، بس هنا البالانس ده في الديفرنشال فورم بحيث ان انا اقدر اشوف عند اي اليمنت واعمل تكامل عشان اجيب قيمه التمبرتشر مع الار. وده اللي احنا هنعمله. انا طبعا عارف الاي جن وعارف الكي، فدول ارقام بالنسبه لي. فهعمل ايه؟ هودي ده الناحيه الثانيه، هودي الار الناحيه الثانيه، واعمل سيبريشن اوف فاريبلز. اقول الدي على دي ار للحاجه اللي جوه دي بتساوي ماينس اي دوت جن على كي ملتبلايد باي الار اللي هناك دي. تمام. وبعدين هكملها. فلما كامل دي هودي الدي ار الناحيه الثانيه، خلينا نشيلها دلوقتي ونحطها الناحيه الثانيه. فهنا بكامل حاجه دي حاجه بتديني الحاجه دي. فنتيجه التكامل الطرف على الشمال هو ار دي تي باي دي ار. تكامل الطرف على اليمين بالنسبه لار بتزود واحد وتقسم على الاس الجديد، يبقى بتساوي ماينس اي دوت جن ار سكويرد على 2 كي بلس الكونستنت كونستنت 1. طيب ايه بقى الباوندري كونديشنز اللي انا هستخدمها؟ انا عندي خد بالك اثنين باوندري كونديشنز، واحد على النهايه هنا ان التي اس تي عند الار بتساوي ار 0 او اللي عند الريديس بتاعت الواير 226 ديجري فارنهايت. وعندي بقى باوندري كونديشن ثاني اللي هو السيمتريك باوندري كونديشن، ان ده هنا بيحصل جنريشن في النص والسيلندريكال واير دي سيمتريك اكسس سيمتريك سيمتريك حوالين الاكسس. فبالتالي عند الار بتساوي زيرو في النص هنا في الكونديشن اوف سيمتري اللي هي بيقول ان ات ار بتساوي زيرو الدي تي على الدي ار برضو بتساوي زيرو عشان اليمين يبقى زي الشمال وهي تفضل كونتينيوس الفانكشن بتاعت التمبرتشر. تمام. فلما نعمل كده ممكن نطبق الباوندري كونديشن ده في التكامل بعد ما عملت التكامل الاولاني.
لو حطيت الار بزيرو دي لازم تساوي زيرو، يبقى اذا سي 1 بتساوي زيرو. يبقى على طول نعرف ان سي 1 بتساوي زيرو، ان الار لما الار بزيرو الدي تي على دي ار كانت بتساوي زيرو، يبقى سي 1 لازم تساوي زيرو. طيب عايزين بقى نجيب التكامل مره ثانيه عشان نجيب التمبرشر فانكشن في الار. فهودي الار دي الناحيه الثانيه، يعني عندي ار جوه هنا، ودي الناحيه الثانيه بعد ما شلت السي 1، فيبقى الدي تي هتساوي ماينس اي دوت جن على 2 كي في ار. تمام؟ وبعدين هودي الدي ار بالناحيه الثانيه يبقى دي ار. ومفيش سي 1. خلاص اكامل كده، يبقى التمبرشر هتساوي برضه هزود واحد واقسم على الاس الجديد. 4 كي في ار سكويرد بلس سي 2. طلعت كونستنت تاني من الانتجريشن. طيب عشان اجيب الكونستنت تاني بقى استخدم الباوندري كونديشن اللي هو بتاعت التمبرشر 226 عند ار بيساوي الريديس بتاع الواير اللي هو هيبقى 0.1 انش، هنسميه ار نوت. فات ار بتساوي ار نوت، التي بتساوي تي اس. خلاص يبقى نحط هنا، يبقى تي اس هتساوي ماينس اي دوت جن على 4 كي في ار نوت سكويرد بلس سي 2. يبقى السي 2 خلاص على طول هتساوي تي اس بلس اي دوت جن على 4 كي ار نوت سكويرد. اوكي يبقى اذا عرفت بقى اجيب التمبرشر بروفايل. خلاص يبقى التمبرشر هتساوي تي اس بلس ده ماينس ده، يبقى بلس اي دوت جن على 4 كي في ار نوت سكويرد ماينس ار سكويرد. يبقى كده تقدر تجيب التمبرشر عند اي نقطه في الواير از فانكشن اوف ذا ريديس، وهي سيمتريك وهي وان دايمنشنال بس، فما يهمنيش الزاويه. في اي نقطه جوه الواير اعرف اجيب التمبرشر قد ايه. هو بعد كده بيقول لي عايز التمبرشر عند السيرفس، فالتمبرشر عند السيرفس عارف، عايز التمبرشر في السنتر، اسف، التمبرشر بتاع السنتر هحط الار بزيرو. يبقى اذا هي التمبرشر بتاع السنتر هو ده اللي هي قيمه السي 2، يبقى انا عايز اجيب قيمه السي 2. دي التمبرشر عند السيرفس عند السنتر بتساوي تي عند السيرفس بلس اي دوت جن على 4 كي في ار نوت سكويرد، اللي احنا ممكن نعوض بالارقام ونطلع التمبرتشر في النص ب 263 ديجري فهرنهايت. فهي على السيرفس كانت 226، في النص 263، في فرق اكتر من 30 30 حاجه و30 درجه. وده يديك فكره انها مع ان هي 0.1 انش يعني، بس في فاريشن كبير جوه، لان الهيت بيحصل جنريشن والديستريبيوشن هيبقى شكله ايه. الايكويشن دي هي خد بالك هي بارابوليك في الار، فهي شكلها عامل ازاي. لو انا بعمل الار مع التي، الار بزيرو لحد ار نوت اللي هي السنتر، فهي تبقى عامله كده، بحيث انها طبعا سيمتريك فيمين وشمال زي بعض ايا كنت ماشي في اي اتجاه، وهي بارابوليك. والماكسيمم تمبرتشر عند السنتر، والمينيمم تمبرتشر هتبقى عند السطح. شكرا.